أول مرة بسأل وين الشباب والشابات يعني؟ ها؟ لا يعني أنا أبغى أكلمهم هم. مستعدين طال عمرك، هم كلهم جالسين هنا. لا خليهم خليهم من هنا ومن هنا جايين. إيه بس خليهم في خليكم في مكانكم. طيب شكرا. إذا لازم أروح هناك عشان أكلمهم. تسمحوا لي أشيل البشت؟ أولا أحب أشكركم الشكر الجزيل على إعطائي هذه الفرصة للحديث معكم وللاستماع إلى كل ما قلته. أعتقد أنني يمكن اليوم من أسعد أيام حياتي، لأنني أشاهدكم وأتحدث معكم. أنتم أبنائي، أنتم أبناء هذا الوطن. كنت في يوم من الأيام في مكانكم، وكنت أطرح هذه الأسئلة بنفس الحماس الذي تطرحونه أنتم. واليوم أنا لا أتحسر على شبابي، وإنما اليوم أنا لا أتحسر على شبابي، وإنما أجدد شبابي بكم. أود أن أبدأ حديثي ببعض الحقائق التي يجب أن نفهمها كلنا. شيبا وشبانا. نحن لنا دين ولكل الأديان، ولنا وطن ولكل الأوطان، ولنا شعب ولكل الشعوب، ولنا ملك ولكل الملوك. نحن أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في دولة أعزها الله بالإسلام. ربما يتساءل، وليس من السعوديين، بعض الأشخاص ويسمعني عندما أقول لنا ولنا ولنا ولنا، ويقول من أنتم؟ نحن الذين عرفنا وعرف بدولتنا ما ورد في المادة الأولى من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. المادة الأولى في النظام الأساسي للحكم تقول: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية. دولة عربية إسلامية دستورها القرآن والسنة. هذا التعريف لدولتنا هو فخر ومصدر عزة لنا جميعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختارنا جميعا أن نكون في هذه البقعة المباركة.
أن نكون على هذه الأرض المقدسة. هذه الأرض المقدسة تشريف لنا وتكريم من رب العالمين، وعلينا مسؤولية وواجب أن نكون أهل لهذا التكريم الإلهي. كيف نكون أهل لهذا التكريم الإلهي؟ أن نقدر هذه المسؤولية وأن نقوم بواجبنا تجاه هذا البيت وتجاه حجاج هذا البيت وتجاه أكثر من مليار مسلم يتوجهون 5 مرات في اليوم لهذا البيت في صلاتهم، ويحجون في كل عام ويعتمرون ويزورون. هذه واحدة. الشيء الثاني، يجب أن نرتقي نحن إلى مستوى التشريف والتكريم. يجب أن نكون المثل الأعلى للإنسان المسلم في هذه البلاد، أولاً بخدمة هذا البيت وبخدمة المسلمين، وثانياً بتسهيل وصولهم وأداء مناسكهم بكل تكريم واحترام، من اللحظة التي ينزل فيها من المطار في المطار أو في الميناء إلى اللحظة التي يغادر فيها هذه البلاد. هذه هي مسؤوليتنا. المسؤولية الأخرى أن نحافظ على عقيدتنا وعلى ديننا، أن نعض عليه بالنواجد ولا نتسامح فيه أبدا. ولو تخلت العالم كله عن الإسلام لن تتخلى هذه البلاد وأبن هذه البلاد عن الإسلام. الإسلام أيها الأخوة والأخوات هو مصدر عزنا، وهو مصدر استقرارنا السياسي والاقتصادي والأمني. انظروا إلى ما حولكم، انظروا إلى الفتن والحروب والصدامات. افتحوا التلفزيون، اسمعوا الأخبار وشاهدوا بأعينكم، ثم التفتوا إلى الداخل. ماذا يشغلنا اليوم؟ الأوامر الملكية بالخير والنعمة والمشاريع، هذه التي تشغلنا اليوم. نستفسر هذه المليارات كيف نصرفها وأين نصرفها وكيف نستفيد منها. معظم أسئلتكم اليوم كانت عن التنمية، وهذا فخر واعتزاز لكم ولي ولهؤلاء. شاغلنا هو التنمية والبناء والإعمار، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقدر هذه البلاد منذ أن أسست على يد الملك عبد العزيز رحمه الله أن تكون في هذا الموقع، في مواجهة كل من يسيء للإسلام والمسلمين أو كل من يواجه هذه الدعوة وهذه الرسالة المحمدية. هذا قدر هذه البلاد، ونحن نتشرف بهذا القدر، ونحن مستعدون أن نموت في سبيل ديننا وفي سبيل عزتنا وكرامتنا. هذا يقودني إلى منطقة مكة المكرمة. نحن أقرب الناس لهذا البيت، فاستراتيجيتنا بنيت من هذا المنطلق. عندما كنت في عسير كنت أبحث من أين أبدأ التنمية، وكان الجواب في كلمة واحدة: السياحة. طبعا هجمت، وكان اللي كان الله يسامحهم. إلى أن أصبحت السياحة استراتيجية من استراتيجيات التنمية في المملكة العربية السعودية. عندما أتيت لمكة المكرمة